اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء. الحقيقه في ناس كتير انتفضت للاساءه للرسول عليه افضل الصلاه والسلام بطرق عديده وكتير، يعني اسواها على الاطلاق هو رد الفعل عن طريق العنف والقتل والدم، والطفها على الاطلاق واكثرها فعاليه في رايي هو نشر الوعي وتعريف العالم اجمع بمن يعني هو افضل الخلق، محمد نبي الرحمه عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده احنا معانا اول فيلم كرتون 3D مدته الحقيقه ساعتين وعشر دقايق، وهو اول فيلم بالمده دي في تاريخ الرسوم المتحركه بيتناول سيره النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام، السيره الكامله الصحيحه من بدايه التوحيد من خلال قصه سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام وزوجته هاجر حتى سطوع نور الهدايه مع بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. بيتخلل الفيلم بقى عرض المواقف اللي بتوضح جوانب الرحمة لمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صناع الفيلم الحقيقة كان عندهم حرص على الاهتمام بكل التفاصيل من أصغرها لأكبرها عشان الفيلم يظهر بشكل لائق، يعني يقال إن الفيلم ما فيهوش غلطة، بداية من الدقة والأمانة في نقل أحداث الفيلم واختيار فريق العمل على أحسن مستوى والتسجيل والتصوير باستخدام أفضل الإمكانيات. هو أول فيلم ياخد موافقة ويحصل على تصريح من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف مع الالتزام بكل الشروط في عدم تجسيد شكل رسول عليه الصلاة والسلام أو المبشرين بالجنة كمان. مين اللي غنى المقدمه بتاعت الفيلم واحنا معانا جزء من الاغنيه؟ هو المطرب الكبير محمد الحلو. طبعا الاداء الصوتي لازم ننوه، هم كبار الفنانين مثلا احمد ماهر، اشرف عبد الغفور، سناء شافع الله يرحمه، عفاف شعيب. تاليف الكاتبه فدوى فتحي عبد الرحيم، سيناريو وحوار فدوى البيلي، واخراج احمد حسن. يشرفني موجودين معايا في الاستوديو النهارده الاستاذه عبير الليثي، هي المسوق الالكتروني للفيلم، والمخرج احمد حسن، واللي حصل على جايزه عن الفيلم ده وحصل في يعني طوال مشواره على جوائز كثيره عن افلام الكرتون. منوريني، اهلا بيكم. هي خطوه جميله، وانتوا كنتوا اوريدي انتجتوا الفيلم ده وعملتوه من 3 سنين والمفروض ينزل في السينمات او كذا، وبعدين فجاه لما حصل الكارثه اللي حصلت في فرنسا وكده قررتوا ان هو ينزل. عبير كلميني عن الفيلم وكلميني عن القرار ده. هو الفيلم فعلا بداوا ينتجوا فيه من 2017، بس يمكن يعني انجزوه في سنتين اولموست، يعني خلص تقريبا بقاله يمكن سنه او اقل من سنه وحاجه بسيطه. كل ده في اجراءات الموافقه على انه ينزل سينما، فالاجراءات كانت واخده وقت طويل قوي، واجراءات بقى طبعا الابروفال يعني الموافقات من الازهر الشريف، لان زي ما حضرتك قلتي ان هو اول فيلم واخد معالجه من الازهر الشريف عن سيره الرسول عليه الصلاه والسلام. الفكره انه كنا بصراحه يعني مستنيين، وكذا مهرجان كنا يعني بنقدم فيه بس مستنيين ان يدخل سينما، وحتى في من الفيلم في نسختين، نسخه طويله اللي حضرتك بتتكلمي عنها ساعتين تقريبا و20 دقيقه، ونسخه ثانيه كانت للسينمات ومتقفله ساعتين الا ربع. بس حقيقي اول ما حصل موضوع الاساءه للرسول عليه الصلاه والسلام، المنتجه قالت انا بقدرش استحمل ان يبقى في حاجه للرسول بالشكل ده، وانا معايا الوعي للشباب ولكل الاعمار وللاطفال وللكبار في شكل الفيلم وما نزلوش. انا مش عايزه حاجه تكون تجاريه، مش لازم ان انا انزل عشان اكسب منه فلوس، لكن انا ممكن انزله على اليوتيوب على الديجيتال، المهم عندها ان هو ينتشر. هي فعلا اهم حاجه عند مدام فدوى ان الموضوع ينتشر، نفسها يتشاف، نفسها تجيب الناس كلها تشوفه، نفسها ملايين تحس انها تتكلم عنه. وشافت قد ايه رحمه الرسول عليه الصلاه والسلام، قد ايه في الغزوات عمل، يعني قد ايه كان رحيم، قد ايه كان بيوصي بالنساء وبالاطفال، الرساله دي لكل الاعمار. طيب قبل ما اتكلم مع احمد حسن عايزه اشوف جزء يعني من الانيميشن شكله ايه، جزء من الفيلم جاهز يا شباب نشوفه ونرجع نتكلم مع استاذ احمد حسن. بدات الدعوه الجهريه بدعوة عشيرته الأقربين، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. تبا لك، أجمعتنا لمثل هذا الأمر؟
وقد نبههم رسول الله بحكمته أن العدو اللدود كامن في نفوسهم، مترصد في بيوتهم، وهو أولى أن يخافوه ويأخذوا له عدته. فالجهل عن خالق هذا الكون ورب العالمين وصفاته وأسمائه الحسنى، والوقوع في الشرك والوثنية وعبادة النفس والشهوات وتعدي الحدود وانتهاك الحرمات، أكثر نفوراً وأعظم خطراً من جيش مراصد يحسبون له كل حساب ويفزعون منه كل. طبعاً أنا متخيلة الثري دي لو ده معروض في السينمات هيبقى عامل إزاي، لأنه هو باين في الشاشة أنه مجسم والأبعاد باينة جداً. أحمد حسن أهلا بيك، أنت أهلا. متخصص في الأفلام الكرتون الحقيقة، خد على مدار يعني حياته وعمل حاجات كتير كرتون وخد جوائز كتير. إيه اللي خلاك يعني مش هقول توافق، لا يعني تتحمس لفكرة إنتاج فيلم أو إخراج فيلم نبي الرحمة، وهو قد يكون برضو مش مزنق كده، انه انت محطوط في حته انت هتتكلم عن الرسول عليه الصلاه والسلام، وفي نفس الوقت لازم تبقى ممتع ولازم تجذب الولاد، لانه في الاخر اللي هيتفرج على فيلم كرتون الشريحه الاكبر هيبقوا من اطفال لسن المراهقه. هو انا بيتي اصلا كانت اعمال دراميه. اوكي. قصص يعني من اول كليم الله، قصص سيدنا موسى وسيدنا ابراهيم خليل الله. دخلت عملت حبيب الله، قصة سيدنا محمد، ثلاث أجزاء عليه الصلاة والسلام. فدي كلها أعمال درامية. أول ما جات لي فكرة الفيلم إن أنا هعمل فيلم، فالفيلم هينتشر أسرع، هيلف العالم كله أسرع، هياخد شريحة من الجمهور أكتر. كان نفسي فكرة إن يبقى عندنا في مصر بالذات أو في الوطن العربي فكرة أن يعني أفلام سينمائية كرتونية. كل الأمر هتخشها طبعا، والفيلم يعني احنا مفتقدين الحته دي، وقع عندنا تماما. وايه احسن من القصه دي ممكن تقدميها؟ صحيح صحيح. ودايما يعني لو شفنا بره هتلاقي دايما في هيروز ابطال، يعني زي مثلا بيخلوا الطفل هناك بيتعلق بباتمان وسبايدر مان، وده بالنسبه له بقى يعني الايكون بتاع الشهامه والجدع. احنا بس عايزين يعني من دلوقتي الفيلم مش بس يبقى مش عشان يبقى تربوي بس، لا هو يسيب اثر في كل الاجيال. فكان امنيتنا ان هو ينزل سينما، ولغايه دلوقتي حتى انا يعني بعرض عليهم بعد ما احنا نزلناه ما ينزل دور عرض. لازم يعني في نسخة. انا شايفه ال 3 دي هيبقى مبهر. انا يعني ال 3 دي بيدخلك في الاحداث، وهو طبعا في تلفزيونات 3 دي وبنضارات وتقدر الناس تجيبه. انت شايفه ان احنا ممكن نسوق الفيلم ده ازاي؟ يعني الرؤيه التسويقيه بتاعتك. بصي قبل ما اقول لك على موضوع الرؤيه التسويقيه، لان هي اختلفت تماما طبعا على مر الفتره دي، ولكن انا عايزه اقول لك قد ايه احتياجنا ليه. يمكن هتكلم بقى كمان كاني ام وليا اصحابي واولادهم. يعني انا من احدى صحاباتي ولادها بيقولها ماما هو انت، شوفي الوعي، ماما هو انت كنت عايشه ايام الرسول؟ مش عارف. فلما سالتها فلما بحكي لواحده ثانيه قالت لي انا ولادي كمان بيقولوا لي طب انت عشتي ايام الرسول؟ طب جدتك؟ طب مامتك؟ بصراحه انا عن نفسي خفت اسال ولادي عشان يقولوا لي افتكروا هم كمان كده. احنا مش مدين وعي كافي قوي. احنا مش مدين وعي كافي، فبالتالي احنا محتاجين قوي الفيلم ده. يعني قوي، لان هو كبسوله. ممكن حتى الاعمال اللي عملها احمد حسن قبل كده في الدراما اللي هي مسلسل حبيب الله على ثلاث اجزاء، كل جزء 30 حلقه بتعرضوا في رمضان، بس يعني الموضوع طويل جدا، لكن دي كبسوله ممكن نعمل لو دخلنا فيها سينما احنا واولادنا بجد الدنيا هتفرق جامد قوي. وبدانا دلوقتي طبعا ان انا يعني برضو كام بدات ان احنا نقول طب يا جماعه احنا هنعمل موفي نايت، يعني مش لازم تبقى نايت. صحيح. احنا عملنا يعني الفكره ان احنا نتجمع عشان اولادنا نجيبهم في شغل، ممكن في مراكز الثقافه ستة. في مراكز كبيره نقدر عندهم برضو ممكن نعمل دار عرض يعني مخصصه، ونقدر نعمل ندوات. الموضوع ده محتاج شغل انت عليكي الفتره الجايه لود، فانك لازم تطلع في اكتر من حته. انت عرفت ازاي تختصر بقى؟ انت راجل بتشتغل على حلقات وبراحتنا، والمواقف كبيرة والتفاصيل مهمة كلها، يعني ما نقدرش نغفل تفصيلة في أي يعني كله مهم. فازاي قدرتوا تلموا الموضوع في ساعتين؟ طبعا والله عملنا كتير جدا على السيناريو، يعني اختلفنا كتير انا ومدام فدوى على موضوع الورق،
ما هي نفسها تطلع كل حاجه كل تفصيله، وانا في نفس الوقت عايزه ابقى الفيلم ايقاع السينما. انا مش حابب اقدمه فيلم تربوي، انا عايز اعمل فيلم سينمائي فالناس تتشد في. انا اتعلمت، انا عملت المسلسل بس انا اتعلمت من الفيلم حاجات كتيره جدا. فعلا الواحد يعني قدمها بشكل تاني، قدمها بشكل سينمائي تاني اثر في الناس. فابتديت اركز على المواقف وعلى الغزوات، وفكره ان الموضوع احنا على طول الدنيا تقول لك الاسلام انتشر بالسيف وبالحروب، مفيش كل الكلام ده، مفيش اي، محدش اصلا فاهم. ممكن الناس مش فاهمه يعني ايه كلمه غزوه او يعني او موقع او يعني أو احنا عمرنا ما طيب هل قدرت تعمل الحته بتاعت ان انا اشد العيال الصغيرين اللي هم اساسا طول النهار بيلعبوا على الالعاب والكلام ده، ولو الموضوع ما شدنيش احداث متلاحقه الغزوات دي اكيد معموله بالشكل المبهر بقى، هل حاطين لي جزء منها ولا؟ يا ريت تعرضوا التريلر بتاع الفيلم، لو عرضوا الاعلان دلوقتي التسويق للفيلم البرومو هيبقى موجود. طيب موجود. لو البرومو معاكم يا شباب محتاجين نبص عليه. بس فكره الجذب بقى، انا محتاجه الحاجات دي تبقى جاذبه. طول عمرنا انا اصلا انا بشتغل بقى في برامج دينيه، فكان طول عمرنا لازم البرنامج الديني ده اكتر حاجه ضلمه في الدنيا يعملوها، اكتر ديكور زمان اي حاجه يعني. ليه اكتر موسيقى حزين؟ ليه تحطوا الدين يبقى موسيقى حزينه؟ ليه كل حاجه ضل كده يعني؟ لا حقيقي، انا اول حاجه كنت مهتم بيها ان الفيلم ما يبقاش موجه للطفل، فيلم انا عايز كل الاعمار. طيب خلينا نشوف البرومو كده اللي فيه كل الحاجات الحلوه اللي في الفيلم ونرجع نكمل. نشرب الخمر ثم نغير على هذه القبيلة، نأخذ نساءها، ما أسهل سفك الدماء. ونسرق أموالها ثم نرابي بها متميتة العبيد الفقراء. سيدي عبد المطلب، لقد ولدت آمنة طفلا وجهه كالبدر. لعله عوضا لنا عن موت أبيه عبد الله سأسميه محمدا. من ذا الذي اختارته العناية الإلهية ليخلص هذا العالم المضطرب المظلم الخائف؟ إنه نبي التوحيد ونبي الرحمة، إنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لن نرحمك. لتبدأ رحلة تغيير التاريخ البشري. تسلم قريش، لقد حانت ساعة الحرب. لن تكتمل هذه الدعوة مهما كانت النتائج، حتى يسلموننا محمدا لنقتله. أيها الناس، لقد بعث محمد. لن تحدث الهجرة، لقد شل تفكيره. الحمد لله على نعمة الإسلام يا حبيبي يا رسول. طيب أنا حسيت بالمسؤولية أول ما عبير تواصلت معايا وقالت لي فيلم عن نبي الرحمة وأول مرة، فحسيت إن أنا يعني أنا الموضوع ده طالما ربنا بعتهولي لغاية عندي يبقى أنا لازم أتكلم عنه، سواء في الخطة إن إحنا نعمل فقرات كده أو مش في الخطة، لا نوسع كده ونحط الموضوع ده. الستات حبايبي بقى، حبايبي اللي قاعدين بيتفرجوا عليا، انتوا كمان طالما الموضوع شفتوه انتوا برضو عندكم دور ومسؤوليه في اننا لازم نتفرج على الفيلم ده، لازم ننشره، لازم ننجحه. ارجوكوا الحاجات اللي بتنجح ملهاش 30 لازمه، الحاجات اللي بتعمل ملايين، الحاجات اللي كده محتاجين نحط دي معاها، يعني دي مسؤوليه علينا كلنا وربنا يحاسبنا عليها. انا شايفه كده. انت دلوقتي احنا
انت عامل يعني الحقيقه ما شاء الله التصوير من فوق، لا شغل شغل حلو، ولازم نفخر بالحته دي ونبقى مبسوطين قوي واحنا بنتفرج على شغل راقي مش قديم مش كده، واحنا بنتكلم على رسول عليه افضل الصلاه والسلام. انتوا دلوقتي مقررين تعملوا ايه غير انكم يعني هو نزل على يوتيوب، هل هو فري؟ الناس تقدر تدخل تتفرج عليه؟ اللينك اللي انا كنت بعته لحضرتك عشان حضرتك تشوفيه عشان تتاكدي بان هو متواخد موافقه الازهر ومكتوب في الاول الفيلم. هو لينك من على القناه مكتوب فيلم نبي الرحمه، هيلاقوه على طول. يعني هل ممكن تترجموه للغات؟ هنترجم ان شاء الله انجلش فرنسي. والله هتعمله بالانجليزي وبالفرنسي دبلجه؟ لا مش دبلجه، ولا سوتيتر. مترجم. ممكن يتدبلج عادي بس يعني ممكن كده وممكن كده. على اساس يعني انا عايزه اقول لك الناس بره دلوقتي موضوع الاساءه وكده بيدوروا هما دول ايه واللي ما يعرفوش. ابني بيلعب في زفته الفورتنايت لا مؤاخذه يعني، فواحد دخله انجليزي بيتكلموا معاه قال له انت مسلم؟ قال له مبدئيا قال له صلاح طبعا محمد صلاح يعني انت مصري محمد صلاح انت مسلم على فكره احنا بنحب المسلمين. الولد احنا ما يعني ابني ما اتكلمش ولا قال حاجه، بس الولد عنده حته انه يعاني ده في مصيبه مع المسلمين بره وبيتخانقوا معاه على فكره، فعايز يثبت كده. ففي ناس بره متشوقه لان هم عايزين يفهموا، واي مشكله بتحصل بينزلوا يشتروا كتب وبينزلوا يشوفوا. فاعتقد انه الفيلم ده يعني داخل انت الفيلم قلت لي انك انت شلت حاجات وحطيت حاجات وكده، لا احكي لي اكتر ايه اكتر حاجات برزتها في الفيلم ده؟ يعني ايه مثلا؟ هل كل الغزوات طلعت؟ البدر، احد، الخندق، كله طلع. ولا كله طلع؟ وكان في انا شخصيا كنت متخيل ان ما حدش بيشرح الغزوات دي او في كلام مغلوط دينيا ان احنا بنعتدي او المسلمين عملوا حاجه ده. لا الفيلم بيأكد ان ولا مره احنا ولا غزوه عدت علينا على اي مسلم، هو الرسول عليه الصلاه والسلام كان هو اللي بادر وعملها. كل بقى الغلطات والاشاعات والفيلم بيرد عليها بكل هدوء. هو فعلا بعث رحمه للعالمين. بس يعني فكره الرحمه ونبي الرحمه باينه في كل تفاصيل الفيلم من ساعه ما اتولد لغايه ما مات. حتى في الغزوات، حتى وهو بيموت، لانه في ناس بتتكسف وشايفه ان دي سبه وسايبه ده كل ده باين بمنتهى القوه على النقطه دي. والتعامل مع اليهود هو نبي الرحمه فعلا بيرد بمنتهى القوه، بيرد على الغزوات لا تقتلوا، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امراه. بيوصيهم ازاي وقد ايه ان هو كان مجبر على ده زي ما هو. جميل. انا في نهايه الفقره انا الحقيقه بتمنى لكم كل توفيق، اتمنى انكم تعملوا حاجه زي ايفنت وانا هحضره. اوكي. في دار عرض في حاجه وهجيب لكم كل الستات ورايا ان شاء الله بالعيال. شرف لينا. هنجي لكم. لازم تعملوا كده، وزي ما قلت دي مسؤوليه يا جماعه علينا كلنا. الحمد لله رب انها وصلت لنا ونقدر نطلعها للنور. هنختم باغنيه محمد الحلو. بشكركم شكرا جزيلا. حبيبي يا رسول الله يا رحمة ربي جل علا يا للوجود كله يا نور للعاصي بيدله معايا عالحبيب صلوا عليك أكرم سلام وصلاة Oh.